السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبنا الكرام، جئناكم فيديو جديد. هذا فيديو شامل الجميع على ديال راس واحد، اللي كيسوا على راس واحد غادي نبينوا العبارات كاملين وكل واحدة اش كتصلاح بعجالة وباختصار شديد. إذن هذه هي الأرقام الكبيرة ديال راس واحد فورتيفر. غنبداو بالماكينة الأولى، هي 1.70 متر، المرمى ديالها كبيرة، فيها 1.70 متر على 70. الناس ديال القفاطان وجلالب ولا مكيبغوش يديروا التلاقية، باغيين يخدموا بكل أريحية، كتصلح لهم هذه الماكينة هذه 1.70 متر على 70. هذه اللي حداها مباشرة يعني اللي تبعها 1.20 متر على 50، وكاين حتى 1.20 متر على 60 تقريبا، بيناتهم 11 سنتيم. حتى هي المرمى ديالها كبيرة والخدمة بكل أريحية، يعني طرز طويل بدون اسلاقية. تتبعها هنا 80، ثلاثة الماكن ديال 8 على 50، الأولى 8 على 50 عادية، حتى هي المرمى ديالها موين 8 على 50، تقريبا كطرز بأريحية وما فيهاش تلاقية بزاف، يعني كيكونوا فيها تزوج تلاقيات كاع. اللي غتبعها 8 على 50 بالسيستيم ديال اللازر اللي كيصلح للتخرق والمسوس، وعنده مزايا أخرين اللي غنبينهم إن شاء الله في فيديو آخر خاص باللازر. كتبعها 80 على 50 ديال العقيق، زيد فيها العقيق، تنبد العقيق، عقيق رومي تقريبا. إذا كلهم 80 على 50، كل وحدة واش نزيد فيها. اللي تبعها عاوتاني 50 على 30، وكان حتى 60 على 40، ما كانش دابا في ستوك. 50 على 30 بالكاميرا، زايده فيها الكاميرا، هاد لوبسيون ديال الكاميرا اول مره تدخل المغرب. غنديروا فيديو خاص بالنسبه للكاميرا والمميزات ديالها ولاش كتصلاح. كتبعها ماكينه هالو، ماكينه صغيره، لوبسيون ديالها صغير، ماكينه محبوبه، كيشريوها الناس بزاف، لي كاسكيت، لي تيشيرت، جلابه، القفطان، المونطي، اللي ما مونطيش، السمطات تبدل الى اخره. كتبعها 50 على 30 بالسيستم ديال الكاسكيطه. اذا هذا السيستم كاسكيطه غير فقط اوبسيون بغينا نبينوه، كيدار مع الماكن كاملين اللي بغاه، فهمتي؟ اللي بغاه كيدار مع الماكن تقريبا من 1.20 متر لتحت، ممكن تزيد هذا السيستم كاسكيطه ولا تخدم المونطي. اذا هادو هما لاكام ديال ماكينه راس واحد فورتيفر. انتظرونا فيديوهات اخرى ان شاء الله توضيحيه على لكل ماكينه على حده. نحن نرحب بتساؤلاتكم على اي حاجه في هاد الماكن هادو. احلى التحيه من شركه اش اس وين بزنس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.